كان واحد اللقاء تواصلي بين ارباب الحمامات والحمامات والمستخدمين على اساس الافتتاح ديال الحمامات في اقرب وقت والدعم ديال الشيخ غيلان لهذه الفئه ديال الحمامات لا بالنسبه للارباب ولا بالنسبه للمستخدمين. وكنطلبوا من هاد المسؤولين يحلوا لنا الحمامات في اقرب وقت وحنا عطيناهم هاد المهله. ما كانش هاد المهله هاد الاسبوع راه غنخرجوا بالوقفه احتجاجيه او الاعتصام. هادشي اللي كان يعني على الضرر الاجتماعي لا الضرر الا عاودنا راه عاودنا راه كلشي عارف بان هاد المستخدمين راهم ضروريين. اي واحد هضرتي معاه يقول لك الضرر ديالو. الناس مضرورين بان ما عندهم حتى ما ياكلوا وخلي داكشي اللي كيتسالهم ديال الديونات. وبالنسبه للحكومه السابقه قالت الدعم فينا هو الدعم راه مشات هي وخلات حنا بلا دعم. اذا حنا كنتحملوا المسؤوليه الحكومه اللي كانت راه الدعم ما عطاتش وكنطلبوا من هذه الحكومه الجديده تعطي الدعم لهذه الفئه. حنا خدامين في حمام وهاد الناس نساونا. عندنا المصاريف عندنا الدراري عندنا شحال من حاجه عندنا المرض عندنا شحال من حاجه وهاد الناس ما داروا معنا حتى شي حل. قالوا لنا الدعم غنعطيو لكم وشي دعم راه ما عطاوش لينا وحنا باقي تنتسناو. عطاونا الدعم تاعنا وخليهم الحمام يخدموا حتى حنا تنترزقوا معاه والله. وهذا الشيء اللي كاين الله يدير التاويل. كيفاش كدبروا انتم دابا ما كاينش مدخول؟ ما كاين والو. حنا مره عند العائله مره عند الخوت مره كل مره وفين شحال قدك؟ قالك اللي عطاك اليوم يعايرك به غدا. هذا الشيء اللي كاين والله يدير التاويل الخير ويديروا عطونا غير الدعم ديالنا. حنا دابا بغينا يعطونا غير الدعم ديالنا. قالوا لنا خارج ولكن راه باقي ما عطونا لا دعم لا حتى حاجه. هذا الشيء اللي كاين الله يدير التاويل. حنا الناس ديال الشغيله ديال الحمام حنا مده عامين دابا سدوا الحمامات وتقريبا عندنا تقريبا واحد 30 عام عامل ديال الشغيره ديال الحمام. الاولى الناس اللي هما كرافقوا بينا وداك الشيء راه لله محمد رسول الله. والحكومه السابقه وعدتنا بالدعم ما كاين حتى شي دعم في شعبان في رمضان ما كاين حتى شي حاجه. ودابا الدخول ديال المدرسه كتعرفوا الدخول ديال المدرسه وسميتو والكرا والضو وبزاف ديال الحوايج والوليدات ما غاديش يحضروك. وكتعرفوا بالنسبه للاولاد ما كيحضروك حتى شي حاجه. وكنطالبوا دابا كنطالبوا اقرب وقت تحلوا الحمامات وكنطالبوا ثانيا بالدعم اللي وعدونا به. الا ما كانش هذا الشيء راه انا البارح خرجت من الجامع والله الا لقيت السيد كيطلب هو وليداته خدام في الحمام وما عنده ما ياكل وليداته خرج عائلته كامله خرجها. وحنا دابا كنعانيو والله العظيم انا كنهضر معكم دابا كنتسني عامين ديال الكرا ومول الحانوت كيتسني وليداتي دابا راه خليتهم ما دخلتش في المدرسه حيت ما عندي باش ندخلهم. كي غندير؟ واش نمشي نخرج نطلب؟ ما يمكنش. كنحشم باش نخرج نطلب ولكن لله الحمد كنطلبوا من الحكومه ماشي غير تقول الانسان سد وما كتعطي حتى شي حاجه راه ربي ما كيبغيش بحال هذا الشيء هذا كتسمى التعدم. انسان راه واحد ندير غير كل 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 كل, كل, كل واحد كيجري على العائلات ثلاثه النفوس ما بالك شوف شحال ديال الحمامات كاينين في المغرب راه لا تعد ولا تحصى. اش كيقولوا لهاد الناس هادو واش نخرجوا ندير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وكنطلبوا دابا الله يجزيهم بخير اقرب وقت يديروا شي حاجه فهاد الشغله ديال الحمام راه كيعانوا بزاف واحد حاجه لا يرتى لها حاجه لا يرتى لها. ونطلبوا الله عز وجل يوفقنا ويوفقهم.